السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. إيه الأسباب اللي هتخليني أدخل ابني في مجال الرياضة، الرياضة الفردية مثلا؟ في الحقيقة أسباب كتير جدا، بس إحنا هنختصرها في أهم الأسباب. أول حاجة تعزيز الثقة بالنفس، قوة التحمل، واكتساب مهارات عدة كالسرعة واللياقة والليونة والرشاقة والقوة وغيرها من المهارات، والبعد عن الكسل والخمول، وتجنب مسالك الشيطان. اللي هي ايه مشاكل الشيطان دي؟ البعد عن طرق الادمان والمخدرات، والبعد عن الافعال الفاحشه، انتوا عارفينها طبعا. وملء الوقت الفراغ بشيء مفيد للعقل والجسم، والتحكم في الانفعالات والغضب، واكتساب صداقات جديده، واكتساب خبرات مفيده في الحياه العمليه، والتحلي بالسلوك والأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة. دي كل ديت حاجات للشخص نفسه، يعني تفيدك انت في نفسك انت في شخصك. انا بقى استفيد ايه؟ الاستفادة المادية، يعني اللي هي الاستفادة الأهم، اللي هي هتنفعه فيما بعد وهيدعي لك طول عمره. مجرد ما تبقى بطل جمهورية في أي رياضة من الرياضات الفردية هيتشرف لك راتب شهري. السفر للبطولات الدولية والعالمية هيفتح لك طرق جديدة باستمرار، العمل كمدرب محترف في النوادي ومراكز الشباب وفي أي مكان، والعمل كحكم محلي ودولي للتحكيم في النزالات الرسمية، في الاحتراف في الخارج كما فعل كثير من أبطالنا وأبنائنا. دي أهم الحاجات اللي احنا ممكن نعرفها، اللي هو اللي أنا بستفاده لما أخلي ابني يتمرن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.